وباء كورونا تفشى في أغلب دول العالم، ولكن ما هي المراحل التي يمر عبرها الفيروس قبل إصابة الإنسان به؟ وقوف الشخص على نحو 180 سنتيمتراً من آخر حامل للفيروس يعرضه لالتقاط العدوى عن طريق الرذاذ المتنقل عبر الهواء بالسعال أو العطس. الفيروس ينتقل باللمس أو عبر الدخول في الجهاز التنفسي العلوي أي الأنف، كما أنه قادر على الدخول عن طريق الفم وكذلك العينين. بعد ذلك يستغرق ظهور الأعراض بين 5 إلى 14 يوماً، ومنذ اليوم الثالث من الإصابة قد ينتقل الفيروس للأشخاص المخالطين. يبدأ فيروس كورونا بشن هجوم على الجسم. وفقاً للخبراء، فإن أول ما يقوم به الفيروس هو مهاجمة خلايا الجهاز التنفسي السفلي، أي عبر القصبات الهوائية ثم الرئتين، ويعمل على قتلها وتدميرها، لكنه يمكن أن يستهدف الكلى أيضاً. وعلى غرار مرض الإنفلونزا، فإن العلامات الأكثر شيوعاً للإصابة بالفيروس هي مشاكل ضيق التنفس والسعال الجاف والحمى والصداع وآلام العضلات والتعب، وتشتد تدريجياً حتى يصاب المريض بالالتهاب الرئوي، لكنها تتفاقم لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة. إذن فالحرب على الفيروس تعتمد على قدرة الجسم المضيف له على محاربته، لكن الفشل في ذلك يعني وصول الحالة إلى وضع حرج يبدأ في فشل الجهاز التنفسي وتعطله ثم تعطل أعضاء أخرى بالجسم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى وفاة المصاب. روان حمزة، الحدث.